بس اللي حصل رشيد اتقبض عليه. ايه؟ طب وقال ايه في التحقيق؟ مش كاتبين غير انه اتقبض عليه. يعني ما جابوش سيره البنت اللي كانت معاه واحنا مالنا بيها؟ بس عشان اعرف سابني ليلتها وقابل مين. الكلام ده ما يتقالش، احنا معرفتنا بيه سطحيه. واحد كان جاي يخطبك وانتي رفضتيه. انا ما كانش معايا سلاح وما قومتش البوليس وما قتلتش حد، انا هربت من خوفي. المخبر وسواق يا فندم شاهدين بالكلام ده في المحضر من اول يوم. من مين اللي قام البوليس واطلق النار؟ انا ما اعرفش مين غير صاحبي عباس. وعباس يا فندم مات في مكان الحادث. وين جابه هو اللي معاه؟ بصراحه لا مؤاخذه، قعده المزاج، اصله جاري ولينا دلال على بعض. يعني جاي يسهر ومع عصابه؟ المرحوم كان شقي وعليه طار، واحنا في حته متطرفه ومقطوعه. طب والبنت؟ لا مؤاخذه ما عرفت سكه. اسمعي ايه؟ ما هم بيقولوا اي اسامي. لكن طبعا لو شفتها تعرفها. انتوا مسكتوها؟ دخل المتهمه. أنا ما كنتش مع حد، والله العظيم أنا. خد أنت، أنا بسأله هو، هي دي اللي كانت معاك يا رشيد؟ قول الحق، ده في ربنا. أنا قلت للبنت تقول اسم فالسو، مش تقول اسم واحدة تتحبس مظلومة. يعني مش أنا اللي كنت معاك؟ علي صوتك واتكلم وسمع كل اللي موجودين. لا يا فندم مش هي. أنا أطالب بالإفراج عنها فورا وبلا ضمان. طبعا دي مش عايزة كلام. وعلى كل حال احنا متأسفين قوي. متأسفين؟ اقول لمين متأسفين دي؟ انتوا ما تعرفوش انا جرالي ايه؟ الاجراءات كلها قانونية، والافراج حصل اول ما ظهر دليل النفي. دليل النفي؟ طب هات دليل النفي معايا لخطيبي، هاتوا معايا للحارة، يقول لي جيراني متأسفين، يقول لي سمعتي متأسفين. انت يا جحش انت. ما دام في جحش يبقى انا. فرق شربات يا فرق اللي فوقك. يلا يا جدع. يا مناس خدت افراج وهي عامله بلاوي. انا ما يهمنيش رايك وعمره ما همني. فعلا شايف كلام رب السجون؟ انا دخلت مظلومه وخرجت شريفه. بس ما ترديش يا سلام لما اشوف الوسط هيقول ايه. لا بقى، البنت دي مالهاش علاقه بشقتي، انا رقصت ليا سمعتي يا حبيبتي. لا بقى، ده انت اللي مالكيش وقعد في شقتها وانت طالب والنفقه على الجزمه. اهو كده الرجوليه ولا بلاش. انت ايه اللي جابك؟ النيابه افرجت عن سناء. ازاي؟ وليه؟ الراجل اتمسك وقال مش شيء. يمكن عاوز ينجيها. لا. يبقى لسه في شك. والشك في صالح المتهم. ده في القانون. لكن مش عندي أنا. ده أنا كنت فاكرك حطير على سناء وترجع لها كرامتها. براءتها مش أكيدة. بعدين خلاص فات الأوان. أنا دلوقتي ارتبطت بإنسانة محترمة وبنت ناس. قال لك إيه؟ ما قاليش. ما انا رحت لقيته مسافر. انت بتخبي عليه عشان ما تجرحنيش. سناء اللي فات انسيه، انسيه كله، فكري في مستقبلك. مين عارف مش يمكن. بس متكملش. كفايه. معلش يا صادق، سيبني لوحدي دلوقتي. Thank you.
سلام. بقى زعلان؟ اتحقق طفل ودي فرصتك. فرصتي يعني اعمل ايه؟ يا جدع العمليه استاوت والبنت خلصانه. انت المفروض تخطبها الليل. والبنت اللي يمكن تقول لا. انا لو لا والست لا. انا كنت اتمنى تتجوزني وانا مالي مخها ومستجدعاني. انما مش ممكن وهي مستضعفه. لا يمكن. مع اني بحبها. طب وهي بعد كده هتعمل ايه؟ لما تستريح وتبدا حياتها من جديد هفضل اخوها وتحت امرها. صباح النظام. خليك عندك. افندم عايز ايه؟ البيه عاوز يطمنك انه هيطلع زي الشعر من العجين. بس مش عاوزك تزوريه. لا مؤاخذه عشان الشبهه. لا بقى من الناحيه دي بقى طمنه خالص. انا لا عايزه اشوفه ولا عايزاه يتصل بيا. فهمه اني خلاص اتخطبت وهتجوز. يعني ايه؟ يعني مش عايز اعرفه بعد كده ولا عايز اشوف وشه خالص. الو؟ ايوه انا نيابه؟ شقة قمار؟ خطيبتي انا؟ انا بريئة يا عصام. ده انكل فضيل هو اللي بيعزم اصحابه يسهروا. فضيل ووالدتك اعترفوا بانكم بتديروا الشقة لقمار. انا غصب عني بضطر اجري الجو. طب ايه رايك في البلاغ اللي قدمه رشيد؟ كذاب. اصله كان عايز يخطبني وانا ما رضيتش بيه. نعم ده انت كنت بتبوس ايديا والعربيه اللي اشتريتها لك والعزبه اللي كنت عايزها لك تبهالك باسمك. البنت دي هي اللي كانت معايا ليله الحادثه وانا حاولت احميها عشان كنت بحبها. لكن دي ما تستاهلش ضفر اي راجل وانت بالذات لازم تفهم ده كويس. ايه عايز ايه؟ انا غلطان يا جماعه وجاي لي سناء علشان ارد لها اعتبارها وكرامتها قدام الكل. وانا ما يهمنيش غير كرامه البنت وهي صاحبه التصرف وهي عندك في البيت. في يوم من الايام عهدت ربنا انك تدافع عن المسلمين.